يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر الكلام في الوقت الحالي حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو داخل في المسجد أم لا؟ وهناك من يستدل على جواز وجود القبور في المساجد بوجود قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فما الجواب عن هذا الإشكال الذي يكثر طرحه؟ هذه مغالطة من القبوريين، وقد أجبنا عليها كثيراً، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، ولم يبنى المسجد على قبره صلى الله عليه وسلم. المسجد مبني حين قدومه إلى المدينة قبل وفاته بعشر سنين، ولم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته خارج المسجد. وإنما جاء الخليفة الأموي، بقي بيته خارج المسجد في عهد الخلفاء الراشدين وعهد معاوية ويزيد وعبد الملك بن مروان، وجاء الوليد في خلافته أراد أن يوسع المسجد، وكان المسجد في العهود السابقة يوسع من الغرب ومن الجنوب ومن الشمال، ولا يوسع من جهة الشرق لأن يبقى القبر في البيت. لكن تصرف الخليفة عفى الله عنه فأوسع المسجد من جهة الشرق وأدخل القبر في هذا، ولم يرضى بهذا أهل العلم، لم يرضى بهذا ولم يكن عن مشورة أهل العلم، فهو تصرف سلطاني وليس تصرفا علميا، فلا حجة لهم في ذلك. نعم.